انضم لنا الناقد الرياضي الأستاذ شوقي حامد. أهلا بحضرتك معانا في مصر جديدة. إيه أخطر أمراض كرة القدم المصرية؟ اهلا بيك يا استاذه انتي. أهلا بسم بحضرتك. الله الرحمن الرحيم. اخطر امراض الكره المصريه العشوائيه، الارتجاليه، الكلام غير الفعال الايجابي. العمليه عندنا عفيجه، العمليه فتوجه، مفيش رجل علمي يخطب، في شويه اسماء محتكرين الساحه، وللأسف الساحة عايزة فلترة من فوقيها لتحتيها. الساحة الكروية عندنا فيها نوع من أنواع التخبط، نوع من أنواع يعني عدم العلمية، فيها سذاجة، فيها سطحية، أمور كثيرة. وللأسف الشديد احنا بنكرر اخطائنا، الناس تحط يافطة كبيرة كده اسمها متطوعين، وهم متكسبين، وهم متربحين، وهم عاملين سياحة في الاماكن بتاعتهم. كل واحد حاطط شنطة تحت المكتب، عايز يسافر هنا وعايز يسافر هنا وعايز يتفسح هنا وعايز يلقي نفسه في الاضواء، وبلا جهد وبلا عمل. الحل ايه؟ الحل ان يبقى في وطنية، في صدق، في حق. للأسف الشديد احنا عايزين متابعة، عايزين رقابة. للأسف الشديد من اول الرأس الرياضي في مصر وهو محتاج برضو يتوجه. الاتحاد الكرة ده من ساعة ما جه بيخبط، وانا شفت النهاردة حاجة شفت يعني عصرتها من قيمة كذا سنة، من قيمة كذا سنة. احكي لك قصة غريبة جدا. اتفضل. كنت بكلم مع رئيس الاتحاد الحالي، وكان من قيمة كذا سنة برضو كان رئيس، فكنا اتغلبنا من غانا ستة من غانا. كابتن جمال علام. ايوة كابتن جمال علام. فبقول له حضرتك مش حاسس بحمرة الخجل لما تغلب من غانا 6-1؟ قال لي هو انا اللي بلعب؟ انا مالي انا؟ وانا نزلت العب. فوجئت النهارده في وسائل الاعلام احد اعضاء اتحاد الكره البارزين بيقول لك انا استقيل ليه؟ وانا احزن ليه؟ انا مالي وانا اللي بلعب؟ يا جماعه انتوا مش حاسين بالمسؤوليه، انتوا قاعدين للاسف الشديد مناظر على كراسي. لو انت شاعر ان 100 مليون مصري حزين ويعني بئيس وباتوا ليالي ما فيهاش نوم والاف ومئات وملايين جالهم ضغط وسكر من المهازل، انا اتعادل مع موزمبيق واتعادل مع الراس الاخضر وتعادل مع هو النهارده اتحاد الكوره. طبعا حضرتك شفت البيان، قدم الاتحاد المصري لكره القدم اعتذاره لجماهير الكره المصريه على اداء منتخب مصر في بطوله كاس افريقيا 2023، وجاء في البيان الاتي: يتقدم الاتحاد المصري لكره القدم بالاعتذار الى الجماهير المصريه العظيمه على ما قدمه المنتخب الوطني لكره القدم من نتائج خلال مشاركته في بطوله كاس الافريقيه 2023 المقامه بدوله كوت ديفوار، وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة. كما يتقدم المجلس بالشكر والتقدير لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ممثلا عن الدولة والقيادة السياسية المصرية لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى لوضع خطة للنهوض بالمنتخبات الوطنية منذ قدوم المجلس الحالي. وإذ يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على أنه جزء من نسيج الشعب المصري
ويشعرون بما نشعر أو بما تشعر به الجماهير المصرية، فإن المجلس بصدد عقد اجتماع يوم الأحد الموافق 4/2/2024 لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة، ولن يدخر الاتحاد أي جهد أو فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة. تعليقك. الحقيقة في نقط كتير جدا في الموضوع ده، يعني أولا هل قدم اتحاد الكرة المصري فعلا كل ما يمكن تقديمه من أجل إنجاح تجربتنا في بطولة الأمم الأفريقية؟ لا، لم يقدم. نمرة اتنين، يا اصرفه منين الاعتذار ده؟ من اني بنك؟ اعمل بيه ايه؟ كلام في كلام. كلام ايه يا عم كلام؟ الناس دي فرحانة او شاطرة في الكلام، بتبيع كلام. الناس دي لو عندها حس وطني قبل ما يجي المنتخب من هناك يكونوا قاعدين في بيوتهم. هما بيقولوا احنا لن ندخر اي جهد او فكر علشان الفترة القادمة. يعدوا المنتخب. هو لسه في فترة قادمة. بقول لحضرتك قدمت ايه وهوانيت ايه. الناس ديت لو عندهم حس وطني فعلا ما يقعدوش. والحقيقة انا بسألهم، انتوا اتكلمتم ان احنا ما ادخرناش اي جهد لتحقيق اهداف مجلس ادارة الاتحاد المصري، طب ايه اهدافكم اصلا كانت؟ مين اللي كان مسؤول عن الاعداد؟ طب فيتوريا بيقول انا ما خدتش حقي في الاعداد. عملوا له كام ماتش؟ وسافروا كم بلد؟ نعم. ولعبوه مع كم منتخب؟ يا شيخ ده احنا لعبنا هنا مع تنزانيا وكنا قدامها اخزاب. الناس ديت بتصيغ كلام حلو، جايبه ناس تكتب لها. تقول لهم ايه كابتن؟ اقول لهم حسوا بمشاعر مصر، حسوا بوطنيه. انتوا ما عندكوش وطنيه. هيبقى عندنا مشكله في منظومه الرياضه المصريه لو قدموا استقالتهم؟ نعم يا ستي. هيبقى عندنا مشكله لو قدموا استقالتهم في موضوع اللجان المؤقته والكلام ده يعني؟ ليه؟ ايه مشكلتها لو استقالوا؟ خلاص ال 100 مليون ما فيهمش حد يمشي. ما بيقول لك يعني فترتهم هتنتهي تقريبا في شهر 7 ولا حاجه. سبعه ايه يا بعد الاولمبياد؟ يا استاذه انجي، الناس ديت محترفة كراسي، قاعدين عارفين بيجوا ازاي، عارفين بيقولوا. انا ليا واحد زميلي كان فكر كده واتجنن وعايز يقدم اتحاد الكورة يرشح نفسه. فراح لاحد الاندية الغلابة قوي، قالوا انت هتدفع لنا كام يا عم الحاج؟ قال لهم ادفع ايه، انا عندي برامج طموحة وانا هجيب ناس علميين وناس مش عارف ايه. قالوا له لا 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 لا، اتكل على الله، احنا عايزين فلوس، على قد ما هتدفع على قد ما هتاخد اصواتنا. يعني لو قدم اتحاد الكوره استقالته مش هيبقى في مشكله في منظومه الرياضه في مصر؟ لا مش هيبقى. هو النهارده حتى لو اكبر من اتحاد الكوره استقال هيحصل لها ايه؟ احنا عندنا كوادر علميه تستطيع ان تدير الإدارة، ليست فهلوة وعفياجة وفتواجة. الإدارة إدارة علمية، إدارة يعني متدرجة سليمة. إحنا عايزين ناس تحط خطط، تحط برامج، مش أسماء. أسماء تقعد على كراسي زي اللعيبة اللي كانت في الملعب. كان فيتوريا معتمد على الأسماء، إحنا كنا عايزين اللعيبة اللي هتقدر بجد تعمل اللي احنا عايزينه، ما كناش عايزين الاسماء. استاذه انجي، فيتوريا ما عنده في كل ماتش بيلعب بطريقه بتشكيل مختلف، يعني كده محى حاجه اسمها تثبيت التشكيل، وبالتالي قله الانتاج وقله التفاهم وقله. الناس بتقول عايزين زيزو تلاقيه ملاعب زيزو، الناس عايزين مش عارف مروان عطيه. هي السوشيال ميديا هي اللي اثرت على قرارات اتحاد الكوره وعلى قرارات فيتوريا. راجل طيشه بيوصلوا له الميديا ويوصلوا له الكلام. وللاسف الشديد احنا كمان كميديا احنا ما عندناش نزاهه فكريه، بمعنى مش كل الميديا طبعا، يعني ايه الميديا البيضاء عايزه زيزو لازم يتواجد، الميديا الحمراء فين مروان عطيه؟ لازم مروان
طب كل الفرقه اللي لعبت في الثلاث ماتشات الاولين ما كانوش ينفع. طب كان فين الناس دي؟ طب جهزهم ازاي؟ ده انت عندك قدام موزمبيق الفرقه كلها، لو جبت يعني فريق البدرشين، مع احترامي جدا لبلد البدرشين، هيلعب احسن منها. انا في الثلاث ماتشات الاولانيه عملت شوط واحد بس. انا لو دربت يعني هعمل نتائج احسن من فيتوريا اكيد. 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 اي حد لو درب عشان تكوني في الصوره. انا لو كنت مسؤول في بلدنا المحترمه دي، والحمد لله انا مش هبقى مسؤول ابدا، انا لازم امسك منطقه الجزيره دي كلها اللي هي كان فيها اتحاد الكره اللي بعدين على في التكييف وما يعرفوش ايه في البلد، ما يعرفوش الناس بتموت عشان الفرقه سيئه من اول الشناوي لغايه صلاح. انا على فكره صلاح ثروه قوميه ولا يجب المساس بوضعه ولا يجب اهانته، وهو لم يقصر. أيوة بس هو صلاح واحد من الفريق، هو مش كل الفريق يعني. هو يا سيدتي هو ما يتحملش الفريق المسؤوليه. في الثلاث ماتشات الاولانيين انت اتاهلتي بدعوه من الناس المخلصه رشقت في السماء، ام موزمبيق اتعادلت مع غانا. اشكرك كابتن شوقي حامد الناقد الرياضي.